في الفيديو ده هننتقل لأمريكا، هنتكلم عن أكبر أزمة اقتصادية في القرن العشرين، أزمة الـ Great Depression أو الكساد العظيم أو الانهيار الكبير، حصلت سنة 29 بسبب الحرب العالمية الأولى وكانت نتيجة الحرب العالمية الثانية. تعالوا نحكي الحكاية. في الأول خالص هنمشي خطوة خطوة علشان بسهولة ويسر نفهم إيه اللي حصل، ومش هنتعمق في مصطلحات اقتصادية معقدة لأنه إحنا بس عايزين نعرف الخطوط العريضة علشان نوصلها بتاريخ ألمانيا، علشان نعرف رد فعل هتلر فيما بعد إن هو قوم الحرب. فهناخد الأمر بمنتهى البساطة. الأول نعرف يعني إيه وول ستريت، ليه يتسمى بالاسم ده. في القرن ال17 الهولنديين كانوا محتلين The Hudson River Valley وكانوا واخدين نيويورك ومسمينها نيو أمستردام، وكانوا محتلين من 1609 ل 1664، وكان في معارك ما بينه وبين الانجليز سنة 1652 وكمان السكان الاصليين لامريكا. فحاكم نيو أمستردام اسمه بيتر ستايفيزنت بدأ يتوتر من وجود الانجليز فأمر ببناء حائط سنة 1653 للحماية من هجوم الانجليز عليهم. بنوا الحائط والحائط كان خشبي ملوش اي 30 لازمة كده، فسنة 1664 الانجليز هاجموا ب 600 جندي وكام سفينة ودخلوا من غير ما يضربوا رصاصة واحدة بس على الهولنديين، وتسمت المعركة دي بمعركة الانجلو داتش وور. وسنة 1699 الانجليز هدموا الحائط ده فملوش اي اثر دلوقتي، ومن هنا تسمى وول ستريت في جزيرة مانهاتن. وول يعني حائط وستريت يعني شارع، فمن هنا بقت شارع الحائط او الحيطة. تطور بقى وول ستريت عبر التاريخ، كان الاول عامل كده زي الساغة وفكرة سوق ومحلات جنب بعض والتجار هناك، وبعدين بدأ تبادل العملات، وبعدين بنوك واي حاجة ليه علاقة بالعملة بقت تتواجد في وول ستريت، ولازم لها بقى عبر التاريخ يكون في فرع رئيسي لأي حاجة ليه علاقة بالاستثمار تكون موجودة في وول ستريت. ومن هنا وول ستريت أصبح رمز للرأسمالية والاستثمار والعملة عامة. فلما يتقال في الميديا مثلا سقوط وول ستريت، مش الشارع نفسه اللي وقع، معناها هنا انه حصل مشكلة في البورصة او في الاستثمار او في العملة ايا كان بقى. فمن هنا ده بقى اصبح رمز، كلمة وول ستريت بقت رمز للاستثمار او الاقتصاد بشكل عام. ده كده تاريخ وول ستريت وازاي جه وول ستريت. نروح بقى للقرن العشرين. بعد الحرب العالمية الاولى حصل ازدهار قوي جدا في امريكا، وهيحصل بعد الحرب العالمية التانية. يعني مش عايزين الحقيقة نقول يعني انه بيحصل ازدهار اقتصادي لامريكا بعد الحروب، مش عايزين نقولها بالشكل ده، بس هو ده اللي بيحصل يعني. فبعد 1918 حصل ازدهار اقتصادي واضح جدا في امريكا، وظهرت منتجات والستات بدأت تنزل تشتغل في المصانع، وفي سلع معمرة ظهرت زي الغسالات، العربيات، الراديوهات، التلاجات، والانتاج بتاعهم زاد بنسبة كبيرة جدا. على سبيل المثال كان هنري فورد، مصنع هنري فورد كان بيطلع عربية اللي هي موديل تي، الاوتوموبيل كنا بنشوفه في الافلام زمان دي، كان بيقال انه موديل تي بتخرج من على خط الانتاج كل 24 ثانية. متخيلين الازدهار وحجم البيع والشراء اللي يوصل مصنع يطلع عربية، يعني ده مفروض صناعة تقيلة تخرج كل 24 ثانية. وكمان الامريكان في الفترة دي بدأوا يستخدموا الكريدت كارد، اللي هي فكرة ان انا حاسب بالكارت والبنك هو اللي يدفع وبعدين انا بحاسب البنك بعدين. طبعا دي هتعمل مصيبة فيما بعد، بس يعني حبينا نشير انه مع الازدهار ده الناس بقى كانت ماشية عمالة تشتري السلع دي بالكريدت كارد بتاعها. الغناء الفاحش ده احنا مش بنتكلم عن تجار ولا بنتكلم على بيزنس مان بس، الناس المقتدرة والطبقات الغنية، لا احنا بنتكلم على كل الطبقات اللي في امريكا. بنتكلم على البقال، سائق التاكسي، ملمع الاحذية، الناس دي كلها بقت الفلوس بتجري في ايديها، فحصل بقى عملية ازدهار والناس كلها بقت تروح تودع فلوسها في البنك. مش بس كده، لا ده احنا كمان هنروح نشغل فلوسنا في البورصة واحنا عايزين فلوس اكتر، فهنروح ناخد قروض من البنك عشان نروح نشغلها في البورصة. ماذا لو حصلت كارثة في البورصة والبورصة وقعت؟ هيحصل ايه للناس دي؟ يعني بمنتهى البساطة والسهولة كده لو جينا شرحنا انه دلوقتي انا معايا فلوس بروح اودعها في البنك، وبعدين البنك ياخد فلوسي دي ممكن يديها قرض لناس تانية علشان الناس دي تروح تشتري في البورصة، وانا ممكن برضو لو معايا فائض فلوس اروح اشتري في البورصة، والسايكلز بدأت تدور بالشكل ده، فحاصل ازدهار
ازدهار اقتصادي لكل طبقات المجتمع في امريكا بشكل جنوني. ولما الناس بتعيش في رفاهية وفي رغد وسعادة ومعاهم سلع رفاهية والدنيا مرتاحة جدا معاهم، بيبتدي بالتالي يحصل ازدهار في جوانب تانية في الحياة، ومنها طبعا الفن والثقافة. وفي الفترة دي ازدهرت جدا موسيقى الجاز. What a wonderful world. ففي 1929 حجم الاقتصاد تضخم وزاد بنسبة 218%، وكلام ده بدأ من 1922 تحديدا. وبناء على الازدهار الواضح ده، فالبورصة طلعت جدا، والشركات ما كانتش عارفة تسيطر في الوضع، بقى الاسعار عمالة تضرب وعملية البيع والشراء زيادة قوي. فالموضوع هيحصل بقى عكس اللي كان حاصل في ألمانيا، يعني ده بيبقى هايبر انفليشن تضخم. اللي هيحصل في أمريكا من عملية البيع والشراء والفلوس الكتيرة دي، هيحصل انكماش اقتصادي ديفليشن. يوم 24 اكتوبر 1929 اتسمى بالخميس الاسود، ودي كانت بداية الجريت ديبريشن. ففي يوم الخميس الاسود ده بدأ يحصل قلق شديد في السوق، والصحافة بدأت تكتب اسعار الاسهم تنهار في التصفية الكثيفة، ومن هنا الانتاج بدأ يهبط ويقل. فشركات ما كانتش عارفة تدير الازمة اللي داخل عليها، فما كانتش عارفة تدفع المرتبات، ومن هنا برضو الضرائب ما كانوش عارفين يدفعوها، فبالتالي نسبة الفايدة بدأت تزيد. ومع ذلك البورصة كانت مازالت شغالة، والمستثمرين متجاهلين تماما الأزمة الاقتصادية اللي هما داخلين عليها، عمالين يتعاملوا بالأسهم عادي جدا وكأنهم مش شايفين. ولكن فجأة المستثمرين تنبهوا، بدأوا يخافوا من اللي بيحصل ده، العملية مش مستقرة إطلاقا، فباعوا حصتهم في الأسهم بنسبة 12 مليون، وبالتالي الأسهم نفسها قيمتها نزلت 11%. مؤشرات الأسعار هنا مش ماشية مع حجم بيع أسهم في البورصة، فالسوق هنا بدأ يخسر. فالاقتصاد الأمريكي بدأ يتأثر تأثر واضح جدا، داخلين على أزمة حقيقية. يوم 29 أكتوبر 1929 اتسمى بالثلاثاء الأسود. انخفض مؤشر داو جونز لوحده 12% من قيمته، وتم بيع في يوم الثلاثاء الأسود ده 16.4 مليون سهم. يوم الثلاث الأسود ده لوحده حصلت خسارة بقيمة 14 مليار دولار. البورصة وقعت، الأسهم خسرت قيمتها، الناس خسرت مدخراتها، وكانت الكارثة بالنسبة للناس اللي كانت واخدة قروض من البنوك. البورصة خسرت 90% من سنة 1929 لسنة 1932، 90%، والناس فقدت الثقة في وول ستريت تماما. وكمان بقى بعيد عن، يعني خلاص بقى اللي شاري في البورصة والبنوك نفسها اتدبست في الموضوع، وكمان بقى اللي ملوش في البورصة وما جاش جنبها بس كان شاري بالكريدت كارد السلع اللي كانوا فرحانين بيها دي، بقى مديون للبنوك. والبنوك طبعا طبعا في الأزمة دي لو عندها أي قرش في أي حتة هتلمه، فإزاي بقى والعملية والاقتصاد كله واقع كده، الناس هتبتدي تسدد ديون بعض، كله مسك في بعض وكله وقع. وده كان أسوأ شيء حصل في أمريكا بعد الحرب الأهلية، وأسوأ انكماش اقتصادي ديفليشن حصل في العالم الصناعي والاقتصادي والتجاري. باقي دول العالم طبعا تأثرت فيما عدا اليابان وأمريكا اللاتينية، ما تأثروش قوي زي الدول التانية. الدول التانية انبطحت زي أمريكا، لما أمريكا وقعت دول تانية وقعت وراها على طول، وعملية البناء توقفت في العالم كله. ومؤشر داو جونز فقد قيمته بنسبة 90% سنة 1929، والشركات قفلت والناس فقدت وظائفها واتشردت في الشارع. عجلة الاقتصاد توقفت تماما، وبالتالي حوالي 25% من الأمريكان كانوا في حالة بطالة. احنا بنتكلم كده في حوالي 30 مليون شخص اتشردوا في الشارع، بقوا هوملس، متشردين في الشوارع. فالمصانع قفلت، وحوالي 10,000 بنك قفل، واللي حاول منهم يقاوم ويزبط الموضوع يعني كان بيرجع من كل دولار 10 سنت، متخيلين؟ فطبعا الناس يعيني اللي هما ما شاركوش في البورصة بس كان حاطين فلوسهم في البنك، لما يرجع لهم من كل دولار 10 سنت، الناس بقى اللي جات له سكتة قلبية واللي جاله جلطة، يعني الناس اتبهدلت جدا، غير التشرد وان هما بقوا في الشارع، فحصلت لهم كمان ازمات صحية، ما في ناس ما احتملتش اللي بيحصل ده، غير 300,000 شركة قفلوا كمان. فحصلت خسارة 140 مليار دولار. ومن هنا بدأت تظهر عمالة الأطفال، الناس بدأت تشغل ولادها الصغيرين علشان يشاركوا معاهم في مصاريف البيت. فهنا بدأ يحصل
فجوة بقى في الطبقات، يعني فجوة رهيبة ما بين الأغنياء والفقراء، وطبعا نسبة الفقراء أصبحت أكتر بكتير قوي من الأغنياء، وبدأ يحصل تغيير في سلوك الأمريكان نفسه في فكرة إن هما بقى عايزين يرفعوا على نفسهم وكده. فبدأ بقى بدل الازدهار والجاز كلابز واللذاذة اللي هما كانوا فيها وقت الازدهار ده، بدأوا يفكروا إن هما إزاي يستمتعوا بوقتهم في وقت فراغهم، طبعا قبل التكنولوجي والتطور اللي احنا فيه ده دلوقتي، بأقل تكاليف. فبدأ بقى تظهر الكوتشينا والمونوبولي واللي هي الألعاب الورقية دي، علشان يجمعوا في أي بارك كده أو أي حتة فاضية ويقعدوا يسلوا وقتهم من غير ما يروحوا كازينوهات وحاجات يعني بيدفعوا فيها فلوس كتير. وحصل ما يسمى بالدست باول، اي قصعة الغبار. دي حصلت من 1930 ل 1936. حصل ايه بقى؟ مع التطور الصناعي وقت الازدهار ده، طبعا حصل برضو في الزراعة، في ان هم بقوا يستخدموا المكن في الزراعة نفسها والري ولم المحصول وكده. فلما حصل الوقوع، سقوط وول ستريت والأزمة الاقتصادية اللي حصلت دي، فحصل انخفاض في قيمة المحاصيل بنسبة 60%. الناس مش لاقية تاكل، فهتدفع فين؟ فالمزارع واجه أزمة مختلفة تماما، هو بقى لا قادر يبيع المحصول ولا قادر يزرع تاني، حصل توقف في عملية الزراعة تماما. فمن هنا بدأت الأراضي تبور، فما فيش بقى مع الأرض البايرة دي، فلما كان بيهب هوا كانت بتقوم عواصف ترابية شديدة جدا في وسط أمريكا. ففي الفترة دي، فترة من 1930 ل 1936، اتسمت بقصعة الغبار أو Dust Bowl، شهيرة جدا، واقعة شهيرة جدا برضو كانت بسبب الـ Great Depression. ومن أكتر الناس اللي اتأثروا بهذا الأمر يعني كانوا أصحاب الصناعات الثقيلة والبناء. زي ما قلنا البناء توقف في العالم كله مش بس أمريكا. الانكماش الاقتصادي ده استمر لسنة 1941. بالمناسبة الـ Great Depression اللي هو الكساد العظيم أو الكبير ده، هو مش في واقعة الخميس الأسود والثلاثاء الأسود، هو النتائج اللي حصلت من بطالة وإفلاس والبنوك اللي قفلت والشركات اللي قفلت وكده. فلحد سنة 41 استمر بنسبة 9.9%. مين اللي كان بيرأس أمريكا وقتها وقت الأزمة دي؟ واحد اسمه كالفين كوليدج. مين كان النائب بتاعه؟ تشارلز داز، اللي راح يعمل خطة لألمانيا علشان ينتشلها من الهايبر انفليشن، التضخم اللي حصل لألمانيا. كان هو ساعتها نائب الرئيس، نائب رئيس ورجل اقتصاد من الطراز الأول، وبيساعد دول خارجية، ومعرفش يخرج أمريكا من الأزمة الاقتصادية بتاعتها دي. فاكرين لما ادوله جائزة نوبل سنة 1925؟ يعني لو بشتغل في أي حاجة تبع نوبل دي، لو شفت تشارلز داز ده في أي حتة همسك له مايك ومش هسيبه في حاله. على السيد تشارلز داز تسليم جائزة نوبل للسلام في أسرع وقت. جه بعد كالفين واحد اسمه هربرت هوفر، رئيس رقم 31. ده قال لهم بس لعبتي بقى، أنا هظبط الدنيا. قعد يظبط لهم الدنيا، يعمل لهم مقترحات، بوظ الدنيا أكتر وأكتر، والناس اتشردوا أكتر وأكتر، وبدأت تنتشر العشش في الشوارع للناس الهوملس المتشردين. العشش دي بيسموها شاكس، أو العشوائيات دي بيسموها شانتي تاونز. بس بدل بقى ما يقولوا عليها شاكس وشانتي تاونز، لا، هما قالوا يلزقوا اسمه فيها، فسموا العشوائيات اللي هو كان سبب فيها بسبب يعني أفكاره النيرة دي، سموها هوفرفيل، علشان تاريخيا ينسبوا انه الفقر والعشوائيات دي كانت بسبب هوفر. وجي بعده فرانكلين ديلانو روزفيلت سنة 1932، والأمريكان بيحبوه قوي. بالمناسبة في المراجع أو في بعض الفيديوز والدوكيومنتريز لما يرمزوا ل FDR، ده لفرانكلين ديلانو روزفيلت، اختصار لاسمه. روزفيلت هنا بدأ يعمل حاجة اسمها The New Deal، وهو اللي خرج أمريكا من الديبريشن، وعمل حاجات، مقترحات ومشاريع حكومية علشان بيها يعني يحمي المواطن، ما زالت لحد دلوقتي قائمة، والأمريكان بيحبوه حب جنون. عندهم يعني ده من الرؤساء المحببين جدا للألبوم، لأن هو انتشالهم من أزمة بشعة تعرضوا له. بديهي جدا لو حد مننا تعرض لأي أزمة اقتصادية يعني او حالة افلاس، هيبتدي يدور على الناس اللي كان مسلفها ويقول لهم يعني والله خلي عندكم نظر ورجعوا لي فلوس اللي انا اديتها لكم، يعني اخوكم محتاس. وهو ده بالظبط اللي امريكا عملته مع المانيا. تلاقي المانيا يعني يا بخت منظر وخفف يعني، ونواتس نتزير، والله ادونا بقى شوية الفلوس اللي احنا اديناها لكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم. مين بقى كان قاعد في المانيا ومستني يعني حاجة يضرب بيها في حكومة الفايمر كده ومش لاقي، وكان عمال يدور ويعصر في دماغه؟ حزب النازي.
أول ما أمريكا طلبت فلوسها حزب النازي عمل فرح ووزع شربات. مش قلنا في الفيديو اللي فات أنا مش قلت مش كان هتلر عمال ينبح في صوته ويقول لهم ماذا لو أمريكا حصلت لها أزمة اقتصادية هنعمل إيه؟ حصلت له خير وبركة. هنا بقى ألمانيا هتبتدي تتأثر باللي بيحصل ده، لأنه اقتصادها معتمد مش بس على أمريكان داز ويونج، لأ الموني فلوس أمريكا كمان، فأمريكا محتاجة فلوسها. فهنا حكومة الفايمر هتبتدي تقع، فحزب النازي بقى مستقنيص جدا 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 فرصته للصعود إلى الحكم. في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنرجع لتاريخ ألمانيا مرة أخرى، وهنتكلم عن كيف أصبح هتلر مستشارا لألمانيا، وإزاي بقى هيبتدي يتصرف ويوزع المهام على رجالته. أكيد مش هينفع نقفل الفيديو ده من غير ما نتكلم إنه حصلت أزمة اقتصادية أخرى في 2008 لوول ستريت، وحصل سقوط لوول ستريت وتأثرت البورصة مرة أخرى، وبرضو نفس الفكرة في الإفلاس والناس اتأثرت وحصلت بطالة وما إلى ذلك. فبرضو في 2008 حصلت واقعة شبيهة. هنوقف هنا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي. تحيات.